اهلا بحضراتكم من جديد. ما زلنا في احتفاليتنا بمرور 50 عام على حرب اكتوبر المجيده، وحرب اكتوبر اللي جسدت عبقريه الشعب المصري وقواته المسلحه اللي غيرت مفاهيم الفكر العسكري في العالم كله. كان من اهم سمات نصر اكتوبر ان اتجسدت فيه تلاحم الشعب المصري والجبهه الداخليه، وازاي يقدروا يقفوا ورا قواتهم المسلحه ويدعموها. زي ما قلت منا، يمكن هي كانت ملحمة حقيقية، والملحمة دي كان يعني العالم بيستغرب ازاي قدرنا نخرج من يعني النكسة، وقدرنا نخرج من هزيمة كل ما كانش متوقع ان احنا نقدر نقوم غير بعد 20 سنة على الاقل، لكن سرعان ما تداركنا ده، وقدرنا ان احنا نقدم للعالم كله قصة بطولة حقيقية لحد النهاردة الكل بيشيد بيها وبتدرس في يعني كبرى الكليات العسكرية في العالم. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن اهمية تلاحم الشعب المصري والجبهة الداخلية اثناء حرب اكتوبر من خلال ضيفنا الكريم في الاستوديو، الكاتب الصحفي الاستاذ محمد امين، رئيس تحرير مجلة اكتوبر. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير عليكم وصباح النصر. اهلا وسهلا بحضرتك، بنسعد بوجودك. استاذ محمد، شايف ازاي تلاحم الشعب المصري والجبهه الداخليه تحديدا في حرب اكتوبر 73؟ يعني انا بشكرك، عايز اقول لك انه التعبير اللي انتم ذكرتوه هي الملحمه، الملحمه اللي احنا بنسميها روح اكتوبر. روح اكتوبر دي يعني المصطلح خدناه من الحاله اللي كانت موجوده او اللي سيطرت على الشعب المصري بدءا من 67، واتخاذ الشعب المصري قرار ان هو هيقف خلف قواته المسلحه علشان تحرر الارض. الموضوع ده ما كانش سهل، لانه علشان دوله تحول اقتصادها لاقتصاد حرب هياثر بشكل كبير جدا على المواطن، فيبقى عنده ازمات في حاجات كتيره جدا، فهو يتنازل عن هذه الازمات لانه هو هيسخر كل قدراته للقوات المسلحه اللي بتستعد لمعركه فاصله علشان تسترد الارض مره اخرى. هنا بنقول انه روح اكتوبر دي الشعب المصري سطر فيها ملاحم كتيرة جدا في كل القطاعات. صحيح. الجبهة الداخلية المصرية كانت بمثابة حائط قوي جدا استندت عليه القوات المسلحة وهي بتستعد المعركة. يمكن زي ما حضرتك ذكرت كده انه الكل كان بيقول ان احنا قدامنا 20 سنة، بل في مدارس عسكرية قالت لا احنا قدامنا على الاقل 50 100 سنة، علشان حتى الساتر الترابي اللي بقى موجود ده صعب جدا ان مصر تتغلب عليه. حتى قالوا ان احنا في بعض المدارس العسكريه قالت ان احنا محتاجين لقنبله ذريه لازاله الساتر الترابي. فاذا تحرير الارض، وقالوا ان القنبله دي اضعاف هيروشيما وناجازاكي. يعني طبعا يعني هم حتى يعني هم صدروا لنا نقطه ان انتوا تحرروا ارضكم ده امر مستحيل. فالمستحيل ده علشان يتحقق لازم القوات المسلحه دي يبقى وراها جبهه داخليه قويه. يمكن كان مشير طنطاوي رحمه الله عليه قال في احد الاحاديث جملة مهمة جدا، قال احنا ما كناش نعرف ولادنا في انهي مرحلة تعليمية، لما بنرجع في الاجازة ما بنعرفش هم في انهي مرحلة تعليمية، لان المرأة المصرية هنا كانت بتقوم بدور بطولي اخر، الاسرة اللي موجودة دي كانت بتقوم بدور بطولي، كانت ورا المقاتل اللي موجود على الجبهة. احنا شفنا يعني ملاحم كتيرة جدا حصلت في الجبهة الداخلية بتقول قد ايه صلابة هذه الجبهة كانت احد ركائز النصر اللي حصل في 73. بدءا من المواطن العادي، وشفنا كمان وزارة الداخلية لما طورت تدريباتها. يمكن وزير الداخلية ممدوح سالم خد قرار بانه قطاع زي قطاع الامن المركزي من مايو 73 يبدا تدريبات عسكرية علشان يستعد، رغم انه كان محدش يعرف احنا هنحارب في اكتوبر 73، في 6 اكتوبر 73 ولا امتى، لان كان من ضمن خطه الخداع الاستراتيجي ان احنا اعلنا اكتر من مره، والسنوات اللي اعلنها الرئيس السادات انه احنا هنحارب وهنحرر الارض ويحصل انه مفيش حرب. ولكن كل ده كان ليه دور كبير جدا في النصر في اكتوبر 73. خليني اتوقف عند بعض النقاط الخاصه بالجبهه الداخليه بدءا من وزاره الداخليه ودورها البطولي اللي حصل في 73 من بدايه المعركه، وشفنا قد ايه انه لما حصلت الثغره في اكتوبر 73 والملاحم البطوليه اللي حصلت في اسم الاربعين، وكمان تامين القاهره من ناحيه الشرق لما حصلت الثغره، وايضا منع قوات العدو بالمشاركه مع القوات المسلحه من الدخول الى الاسماعيليه،
خليني اقول لك كمان المعركه الكبيره بتاعت اسم الأربعين دي كانت من اكبر المعارك، واللي حالت دون انه يتحول او تتحول البروباجندا الاسرائيليه اللي اتعملت على الثغره الى واقع حقيقي. اسرائيل كان هدفها من الوصول لدخول السويس ان هي تصل لمنفذ بعد ما الجيش المصري قطع عليها خط الامداد من الشرق، كانت عايزه توصل للبحر. هنا لما حصلت ملحمه المقاومة الشعبية واللي كان فيها المواطن المصري في المقاومة الشعبية والأبطال من أبطال الشرطة المصرية حالوا دون احتلالهم لمدينة السويس، كانت نقطة فاصلة مهمة جدا في المعركة. خليني أقول لحضرتك كمان أنه يمكن من ضمن النقاط المهمة في الجبهة الداخلية، لما كانت تحصل أي أزمة كان المواطن يعني ما بيقفش عندها كتير، كان شفنا الأزمات بتاعة المواد الغذائية المصريين ما كانوش بيقفوا عندها. أنا عايزة أقف قبل كده شوية، مش عايزة أتكلم على النصر، لأن بعد النصر إحنا منتصرين، وبعد حتى إحنا حاربنا حتى ففي حماس إن إحنا بنحارب. خلينا نشوف بعد النكسة على طول، حتى من قبل بدء الاستنزاف إزاي حصل تلاحم، وإزاي حصل خلينا نقول إيه، مش عارفة يجوز ليه استخدام التعبير الدارج، لملمة للجبهة الداخلية، وإزاي الناس المدنيين العاديين جدا نزلوا وقالوا لا إحنا عايزين القيادة السياسية تستمر، إحنا عايزين القيادة العسكرية تستمر، إحنا عايزين نحارب، وإحنا عندنا القدرة إن إحنا نتحمل، في وقت كانت الناس ما نقدرش نقول غير إنها حاسة بالكسرة بتاعت النكسة. طبعا يعني بعد 5 يونيو 67 الموضوع كان مختلف في الشارع بشكل كبير جدا. الشارع المصري حصلت عنده هزة نتيجة انه ما كانش شايف ان جيشه القوي ده اللي بيعمل مشروع عسكري ضخم جدا في سيناء متكلم عليه انه يحصل عنده الهزة الكبيرة دي. الهزة دي اثرت على الشارع، ولكن الشارع ده لملم نفسه بسرعة شديدة جدا، وبدأ يقف وقفة صلبة لما نزل وطالب الرئيس انه لن يتنحى وانه لازم يكمل المسيرة. دي نقطة مهمة جدا في تاريخ أو التعرف على تركيبة الشعب المصري. الشعب المصري شعب محب الأرض بشكل غير عادي. الشعب المصري دايما بيشوف أن الأرض، يمكن الجملة اللي احنا دايما بنرددها ونقول أن الأرض عرض، دي جزء من جينات الشعب المصري، شايف دايما أن أرضه التنازل عنها هو تنازل عن جزء من عرضه. عشان كده كان نزول المصريين اللي كان جزء كبير جدا منهم ما يعرفوش أبنائهم هل هم لسه ما زالوا أحياء ولا استشهدوا في الحرب في 67، ولا إيه موقفهم بالظبط. رغم الجنازات اللي كانت موجودة والسرادقات اللي كانت موجودة في الشوارع المصرية في كل الشوارع، إلا إن هم أصروا ونزلوا يطالبوا رئيس الجمهورية لما قال وأعلن في خطاب التنحي إن هو سيتنحى وينضم إلى الشعب المصري. نزلوا قالوا له لا، انت هتكمل المسيره واحنا هنقف ورا الجيش ده علشان نسترد الارض دي، لان احنا مش ممكن نفرط في الارض، ومش ممكن ابدا نفرط في قدره الجيش ده على انه هو قادر على استرداد الارض. صحيح. الرساله دي كانت رساله مهمه جدا، كانت رساله للجبهه الاماميه اللي هي القوات المسلحه، ورساله للعالم كله ان هذا الشعب لا يمكن له ان ينفصل عن قواته المسلحة. كانوا بيراهنوا بشكل كبير جدا على أنه الروح المعنوية عند الشعب المصري هتنهار ويحصل تفتت ما بين الجبهة الداخلية والقوات المسلحة، فيحصل تأثير سلبي أكثر، لأن معظم الحروب كده. يمكن حتى إسرائيل قالت ده. وحضرتك بتتكلم النهاردة على فكرة أن هم عاوزين يعملوا كان وقتها تفتت ما بين الشعب والقوات المسلحة، ربما هذه التحديات تتشابه كثيرا مع تحديات اليوم. يعني هو نفس فكرة الحروب اللي النهاردة بتحصل، ما فيش اعتداء صريح على الأرض، لتطور نوع الحروب وحروب الجيل الرابع تحديدا اللي بتعتمد على الأساس ما فيش ساحة للقتال، لكن التحديات تتشابه مع تحديات اليوم. إزاي نقدر نستعيد روح أكتوبر اللي احنا اتكلمنا فيها في الأول في هذه الأمور؟ أنا بشكرك، يعني يمكن كمان الأمر المشهد أكثر صعوبة لسبب، يمكن في 73 أو في من بعد 67 كان المشهد عفوا أكثر وضوح. ليه؟ لأن الشعب كان شايف العدو بشكل واضح. احنا دلوقتي الشعب مش المواطن، يعني العدو عنده شكله مختلف لأنه بيتلون وبيتغير
وموجود في كل مكان حواليه وهو مش واخد باله منه. يمكن هنا الحروب الجديدة مخلية الوضع أكثر صعوبة على صحيح. أنه المواطن يقدر يميزه، ولكن لأن الهدم بيجي من الداخل، الهدم بيجي من يعني قلة من المصريين اللي تم غسل عقولها، فبالتالي أنت بتزيف مرحلة الوعي. خلي بال حضرتك أنه نتيجة نصر أكتوبر 73 المتغير اللي أنت أحدثته على الأرض هو اللي خلى الحرب في الوقت ده صحيح. أو اتخذ القرار من بعد أكتوبر 73. ولو حضرتك شفت أن المنطقة العربية بعد أكتوبر 73 لم يحدث فيها حرب مواجهة لجيشين بشكل متكامل، لأنه أدركوا تماما أن الانتصار في المواجهة المباشرة هيكون صعب، فلازم يكون الحرب بشكل مختلف. وشفنا ده في الحالة اللي احنا موجودين فيها حاليا، واللي تم الإعداد ليها فترة طويلة جدا، عملية إعداد يعني تغييب عقول بشكل كبير، التأثير عليها التشكيك، ودي نقطة مهمة جدا، أنك دايما أنزع الثقة بيني وبين حضرتك، وأفصل بالمفردات البسيطة جدا بيني وبين الدولة، فأفضل دايما أقول أن أخلي المواطن على خلاف مع الدولة، وهو مش قادر يميز ما بين الدولة وما بين النظام. وفي نفس الوقت الحالة دي أبدأ من خلالها أخلي عنده دايما حالة تشكك. حالة التشكك دي من أخطر أسلحة الحروب النفسية ضد في مواجهة الشعوب، فيفضل دايما عنده حالة عدم ثقة صحيح. ولكن خلينا أقول لك برضو، الرهان على النقطة دي رهان خسران بالذات مع المصريين، لأن وعي المصريين دايما هو اللي بيثبت أنه هو الأقوى صحيح. وأنه هو ما زال هو المسيطر على الأرض. يمكن ده احنا شفناه في الفترة اللي فاتت، لأنه لولا وعي المصريين ما كناش أنجزنا اللي أنجزناه في الفترة اللي فاتت. كانش في 30/6 بالتأكيد، مجرد كان في نفس الحالة إلى حد ما، لكن مجرد ما لقوا أن في حاجة بتمس الهوية المصرية، بتمس المصريين تحديدا تحديد والهوية الوطنية، تهديد الوطن. وهنا دايما بنقول انه ما تراهنش غير على المصريين، ويمكن دايما القيادة السياسية بتراهن على المصريين ووعيهم. ليه؟ لانه دايما الرهان على المصريين بيبقى كسبان. المصريين لما حسوا ان الوطن ده بيسحب من تحت اقدامهم وقفوا وخرجوا في 30/6. لما حسوا ان الوطن ده محتاج ان هو يتبني وقفوا علشان يبنوا دولة، لانك انت في كل مشروع انت بتمشي بتلاقي فيه مين؟ مصريين. مفيش حد صحيح. موجود بيشتغل على الارض في مصر النهارده بقالنا اكتر من 10 سنين، اللي شغالين على الارض مصريين، مفيش حد جاي من بره صحيح. يبني الدوله دي. هي دي الروح اللي موجود. ولكن احنا ما زلنا بقى قدام تحدي خطير، وهو انه دايما الدول لما بتبني نفسها وتبدا تنتقل من مرحله لمرحله، الطرف الاخر القوى الاخرى اللي بتستهدف الدوله ما بتبقاش عندها القابليه انه ينتقل هذا الوطن من مرحله مثلا من الدول النامية إلى مرحلة الدول ذات الاقتصاديات الناشئة صحيح. أنه يحصل عنده تطور، لأنه لما هيتطور هيبقى قوة، فلما هيبقى قوة هيبقى صعب السيطرة عليه. هنا النقطة دي هو دايما بيغير سيناريوهاته في التحرك في مواجهة الشعوب دي، فيبدأ يشتغل عليهم فكريا، وهي دي أخطر الحروب. ده اللي حرب حصل الفكرية. وقتها الشغل على الوعي للجيل الصاعد اللي حصل، يعني إدراج كل ما هو مناسب في المناهج التعليمية، سواء كانت للمدارس أو للجامعات. وزي ما كان أحمد بيقول منذ قليل، ما أشبه الليلة بالبارحة، إحنا برضو عاملين نفس القصة دلوقتي في تطوير التعليم، وبنتكلم في اللي بيحصل. لو اتكلمنا عن وقتها إزاي تم استخدام مناهج التعليم لرفع الوعي ولرفع الحماس عند الطلاب، وإزاي بنستخدم مناهج التعليم دلوقتي لمزيد من التطوير؟ يمكن إحنا كان التعليم مش هو بس اللي كان بيرفع الحالة المعنوية، إحنا كانت في حالة معنوية بصراحة في الفترة من 67 ل 73 في حالة معنوية عالية جدا. التعليم كان بيقوم بدور، كنا بنشوف في الإرشادات اللي موجودة على الكراسات والكشاكيل اللي كانت بتتسلم لينا، ويمكن إحنا حتى الفترة قريبة لحد الثمانينات كنت ما زالت الكتب والكراسات والكشاكيل الغلاف الأخير منها عليها مجموعة من التوجيهات والإرشادات اللي موجودة للطلاب يعني. خليني أقول لك كمان، الفن كان ليه دور كبير جدا جدا في صحيح. خلق حالة وعي غير عادية. تذكر أن أم كلثوم كانت بتحيي حفلات كان إرادها بيروح للمجهود الحربي. ضعفت الحفلات بتاعتها، كانت عندها حفلة كل شهر، عملت حفلة كل أسبوعين. عبد الحليم حافظ كل حفلاته كان للمجهود الحربي. معظم الفنانين كانوا بيدفعوا جزء من أجورهم للمجهود الحربي. خليني أقول لك كمان، الحالة دي خلقت عند المواطن العادي، شفنا المصريين في المصانع
كانوا بيتبرعوا بجزء من أجرهم اللي بيقبضوه للمجهود الحربي. شفنا طوابير الناس من يوم 6 أكتوبر وهم بيخرجوا الممتلكات بتاعتهم الذهبية بيتبرعوا بيها للمجهود الحربي، وشفنا الطوابير بزحام غير عادي. حضرتك حضرت حاجة من الأيام دي تحديدا أو شفت ده رؤى العين؟ انا يعني انا عارف لحضرتك مش كبير قوي يعني يمكن انا في او اللي كان بيقص لحضرتك من الوالد يعني انا يمكن في 73 كان لسه عندي 3 سنين و3 شهور فكنت لسه بميز مش بميز بس اللي كان بيتحكي بعد كده انا يمكن من ابناء احد المحافظات من ابناء المحافظه الشرقيه والمركز بتاعنا القريه بتاعتنا على طريق من الطرق الحربيه بيقولوا عليها طريق حربيه الطرق الحربيه دي يمكن جديد كانت تحكي لنا دايما انه لما قامت الحرب وقبل الحرب شويه كانوا دايما الاهالي المواطنين البسطاء في القرى يجوا لما يجوا يخبزوا في هو ده اللي انا عاوز اوصله في البيت كانوا ازاي بيتعاملوا فيما يخص الغذاء يعني كانوا لما يجوا يخبزوا في البيت فكانوا جزء منهم للناس اللي بتاكل للناس في البيت وجزء تاني يطلعوا بيه السيدات بتطلع بيه على الطريق لو في قول مثلا من الاقوال العسكريه معدي فيدوهم الجزء من المعونه بتاعتهم. شوف انت بتقسم اللقمه بتقسمها بشكل حقيقي بينك وبين المقاتل اللي رايح الجبهه دي حاله على فكره حاله غير عاديه بتخلق روح معنويه عند المقاتل عاليه جدا طب. وبتخلق روح معنويه عند المواطن نفسه عاليه جدا. يمكن كان من الحاجات اللي رحمه الله عليه اللي هو طلعت موسى حكاها لي هو كان موجود في احد الكتائب اللي موجوده في الفيوم قال احنا كنا في الشتاء الناس كانوا بيجيبوا البطاطين بتاعتهم لينا واحنا في التدريبات يعني هما كانوا في الفيوم في عمليات تدريب استعداد للمعركه وعلى فكره تدريب الاستعداد للمعركه ده كان شيء ملحمي غير عادي ده في دهشور ده انا عايز اقول لحضرتك شيء ملحمي غير عادي لسبب لان انت اتدربت على معركه ثلاث اضعاف المعركه الحقيقيه صحيح فده خلاك لما دخلت المعركه حققت المعجزه الحقيقيه اللي هي انه الجندي ده صعب ان انت تقيسه باي مقياس من المقاييس العسكريه مقاتل المصري ده. فالحاله دي كانت موجوده عند الاسره اللي ربت ولادها على ده ان الارض عرض وكان موجود عند المواطن اللي مش موجود على الجبهه انه اللي موجود على الجبهه ده انت لازم تحمي ظهره. صحيح. فالحاله الملحميه دي حاله بجد احنا لما بنيجي نسمعها من ابائنا وامهاتنا واجدادنا بقى بصراحه اللي عاشوا بقى انا يمكن عارف اللي حضرتك بتقوله ده بيخلي الواحد وهو قاعد هو فخور بمصريته فخور اللي هو يعني جدوده ونقول اهلنا بقى كان طبعا. هو ده التعامل ما بيننا وما بين بعض اللحمه قصه حقيقيه ومن انا عايز اقول لك يا احمد حاجه يمكن مواطن بسيط كده قابلني مر هو كان رحمه الله عليه حكى لي قصه هو كان من الارياف برضو وكان في قوات مسلحه من ضمن اللي اتدربوا على الصواريخ المولوتيكا صواريخ المولوتيكا دي كانت احدث حاجه احنا دخلناها المعركه واستخدمت في ضد الدبابات باحترافيه شديده لدرجه ان الروس نفسهم اللي صنعوا صاروخ هم نفسهم ما كانوش مصدقين ازاي بيحصل ده لانه صاروخ بيتم التحكم فيه يدويا علشان تصيب الهدف وثلاثه بيشتغلوا على الصاروخ. عايز اقول لك انه حكى لي مره قال الرئيس سادات مره زارنا على الجبهه وهو في حواره معانا فقال لنا جمله مهمه جدا قال لنا بصوا يا اولاد لما يبقى في واحد في جلابيته بقعه مش نظيفه اول حاجه يعملها ايه قالوا له يغسلها علشان ينظفها عشان جلابيه كلها تبقى نظيفه قالوا في بقعه عندنا لازم ننظفها دي كانت الرساله اللي كان القائد الاعلى القوات المسلحه لما بيزور الابطال كان دايما هو رئيس السادات يقول لهم يا اولادي فعايز اقول لك الحاله دي الروح دي اللي خلقت النصر وهي الروح دي لان انت وقت القتال على الجبهه ما بتعرفش تفرق ما بين الضابط وما بين الجندي لان بيبقى الكل على قلب رجل واحد الهدف الاسمى ليه فقط هو الحفاظ على الارض والحفاظ على الارض ونشكر حضرتك الاستاذ محمد امين الكاتب الصحفي رئيس تحرير مجله اكتوبر شكرا لك شكرا لكم مشاهدينا فقراتنا مستمرة خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل مع بعض باقي حلقاتنا.